المنصة مع الأستاذ حسين كده، أستاذة ريهان الوزني. طيب انا الاستاذه كانت فتيحه زودت من المنصه، فهتروحي على المنصه الصغيره بعد اذن حضرتك. سمعينا بقطعه مش معقوله يعني تقعدي على المنصه وتقولي حاجه واحده بس، من فضلك اكتبي لنا مره ثانيه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا للاستاذه. وأسألني لمن أكتب، لمن حرفي، لمن شجني، لمن أنا دعاهاتي، وأنسى دائما أنسى بأن الحرف في ديني صلاة الذات لذاتي. لم أكن من قبل يا كل فؤادي أدرك الألوان أصلا، كانت الألوان في عيني كحلا وبه الجفن تكحل. لم أكن أدرك للتاريخ معنى، كانت الأيام والساعات شيئا يتحول وحياتي ما حياتي. لم تكن غير طقوس في ظلام تتبدل، وليالي تشتكي النأيا وتبكي ثم تذبل. لم يكن للشمس نور، لم يكن للبدر سحر، لا ولا لليل طعم. كلها أشياء في عيني تأتي كوميضا ثم ترحل. كانت الأيام خطا مستقيما يشبه الظل وظلي منه أطول. فجأة أبصرت نورا في سمائي كان في الأعماق يسري يتسلل. رغم أني كنت في سرداب ذاتي دخل النور لقلبي فتحول. عالم فيه خيال ومروج تتشكل. صار للشمس ضياء، صار للبدر سناء، صار للليل سجون وغناء. صارت الفرحة في روحي لها ألف صدى. وتزينت بألوان انتشائي، وتزينت بألوان انتشائي، صرت أبهى، صرت أجمل. Gracias.